الاستاذ عزت ابراهيم رئيس تحرير اهرام ويكلي بنضم اليها. استاذ عزت مساء الخير. اهلا بيك استاذ، اهلا وسهلا. تعليقك على المؤتمر الصحفي اللي احنا شفناه دلوقتي للهيئه الوطنيه للانتخابات يا استاذ عزت. اعتقد ان احنا على اعتاب يعني نتيجه تاريخيه فضل. بالنسبه لكل الانتخابات السابقه في مصر قاطبه. هذه النتيجه حتى الساعات الاولى من صباح اليوم نتحدث عن أكثر من 45% من إجمالي عدد المصوتين في يوم واحد، فهذا الأمر أعتقد أنه حدث كبير، حدث مهم، حدث يستدعي أن يخرج الجميع للتصويت وأن تظهر مصر بمظهر ديمقراطي كبير في ختام اليوم الثالث غدا. هذا يعني تصويت كبير لسلطة الحكم، للرئيس القادم، ويترتب عليه أمور كثيرة، ثقة كبيرة من الناخبين في النظام السياسي المصري، ثقة كبيرة في العملية الانتخابية، ثقة في القضاء المصري المشرف على هذه العملية من بدايتها إلى نهايتها. هناك أمور كثيرة تستحق التحليل والقراءة، وأعتقد أنه اليوم يوم فارق ويوم مهم جدا في تاريخ الانتخابات المصرية. طب استاذ عزت خليك معايا يا استاذ علي، 45% مشاركه واحنا لسه في ثاني يوم. انا بنتظر في الحقيقه فيما يتعلق بالارقام بالذات احرص دوما على انتظار الارقام النهائيه الرسميه التي يتم الاعلان عنها، واعتقد هتتضح بصوره كبيره عقب انتهاء يوم الغد في الحقيقه. وقد يتم تاجيل اعلان ارقام الحضور الا تعلن مع الإعلان النتيجة اللي هيكون يوم 17 أو 18 ديسمبر. لكن المشاهدات اللي احنا شفناها في الحقيقة أمام اللجان فعلا حضور كبير وحضور غير مسبوق، نفخر ونعتز به كثيرا، وتعكس وعيا كبيرا لشعب مصر، وتعكس ولاء وانتماء لهذا الوطن. أنا قصدي 45% دول ده النتيجة دي اللي أعلنها المستشار أحمد بن داري نفسه، ان احنا لحد دلوقتي واصلين لذلك. قد يكون ذلك اثناء حضورنا الاجتماع، لكن انا شخصيا لم استفد. لا ما تخافش، كنت مع حضرتك في، انا جايب لك معلومه مدققه، ده طبعا انتوا كنتوا على الهوا، انا عارف وجودك في الفصل. مع حضرتك قد يكون قال هذا الامر يهمني على مسؤوليته. طبعا، لكن انا ارى ان اللي طبعا بدون شك الاستاذ احمد البلداري شخصيه مرموقه له كل الاحترام والتقدير. طب استاذ عايز ارجع لك مره ثانيه. نعم، التقرير بقى عن المشاركه الانتخابيه في المركز اللي انتوا بتعملوه في المركز، اخباره ايه؟ طمنا عليه. التقرير فريق عمل المركز منتشر في اماكن عديده وجميعها بتؤكد على نسبه اقبال عاليه جدا في معظم الانحاء. المشاركه هناك حشد كبير، وهناك ربما نرى للمره الاولى في انتخابات رئاسيه في مصر أن هناك أحزاب سياسية تؤيد المرشحين وتتنافس على حشد أنصارهم وحشد الناخبين للانتخاب، وهذا أمر جديد على السياسة المصرية بشكل طبعا عام. طبعا نقطة مهمة جدا فعلا يا فندم، أن ترى الأحزاب تتبارى في هذا الأمر، وهذا أمر طبيعي، وهو ذا أمر إيجابي صحيح جدا، ولا ينتقص شيء من العملية السياسية، بل بالعكس طبعا. نحن نريد ذلك أن يستمر، وأن يستمر بشكل أكبر في الانتخابات البرلمانية وفي انتخابات المحليات بعد إقرار قانون المحليات، وأن تكون هناك حياة سياسية حقيقية ترسي دعائمها اليوم بهذه الانتخابات الرئاسية الفاعلة، والتي أتمنى أن تكون بداية لتحولات كبيرة جدا في المجتمع المصري صحيح. بعد 10 سنوات من التطور والتقدم، اعتقد انه جاء اليوم حتى تجني الثمار. انا عايز اقول انه المؤتمر الصحفي اليوم المستشار احمد بن داري ايضا اكد على مساله انه الهيئه الوطنيه للانتخابات اضطرت الى تدخل وتوفير دعم لوجستي لكثير من اللجان التي نفذت فيها صناديق الاقتراع.